مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، غنسولوا الناس في الصغر ديالكم باش كنتو كتحلموا تكونوا في الكبر ديالكم. الا بغيتوا تعرفوا يلاه معنا بكل تواضيع. السلام عليكم. السلام، بخير الشباب؟ بخير الله يحفظك. ناشط؟ بخير. ناشط؟ ناشط. ملي كنتي صغير باش كنتي كتحلم تكون طبيب؟ تكون طبيب ديال المعدة؟ لا، ديال الكلاوي. ديال الكلاوي؟ وعلاش الكلاوي؟ ساهلين وكذا، فهمتش؟ الكلاوي ساهلين. ساهل. المعدة صعيبة. هادي الضروري، هادي في كبيرة، فهمتش؟ طبيب فاش تكون خصوصي ولا في السبيطار ديال المخزن؟ السبيطار ديال المخزن. ديال المخزن. تعاون الشعب، فهمتش؟ تعاون الشعب. الشعب هادي بادرة زوينة. ولكن الشعب ما كاين والو. تحياتي ليك بكل تواضيع. تحياتي ليك. الأخ ملي كنتي صغير باش كنتي كتحلم؟ يعني اش غتكون ملي غتكبر؟ الصغار كنا هو في الصغر عاوتاني الانسان كيكون ما ناضش، يعني باقي كيحلم بزاف ديال الحوايج، ولكن مع مرور الوقت كيبدا يعرف باللي راه خصو يعرف باللي راه اللي قسمها لي الله في هذه الحياه هي اللي خصها تكون. كاين بزاف ديال الاحلام الحمد لله. اش حلمتي انت؟ خير وسلام. واقيلا كنت كنحلم نكون استاذ كيف ما الوالد ديالي. ديال الماط ولا ديال الفيزيك؟ لا، ديال الحقيقه، ديال اللغه العربيه. اللغه العربيه. اللغه العربيه صراحه. الفصحى. الفصحى. اللغه العربيه راه هي، شوف، هي اللغه الاصليه قبل من هاد اللغات اللي كاينين دابا. هي الام طبيعه الحال. واستاذ، لان الوالد ديالي استاذ، وانا فخور بان هاد المهنه اللي كتربي فيها ولاد الناس، وهذه رساله لجميع الاساتذه يربيو ولاد الناس، يقريوهم، ماشي يبقى يقول انا الصالير دايز الحصه دايزه باش ما عطى الله، لا انا الصالير دايز. دابا باقي كتحلم ولا والو؟ دابا باقي كنحلم. اش غتحلم عاوتاني؟ دابا كنحلم ان شاء الله. خير وسلام. ان شاء الله دابا كنحلم اش تولي قريبا ان شاء الله. قريبا كنحلم ان شاء الله نولي شي منشط اذاعي كبير بكل التواضيع ان شاء الله. يا ربي والله يحقق لك هذا الحلم. يا ربي امين وليك ولجميع المسلمين. كنحلم في الكبر ديالي نكون لاعب ديال الوداد البيضاوي، والساعه ما جابش الله، جاب الله واحد الاخ عندي رجاوي تبارك الله في الكره، واخا ما نخارجش مع الكلوب ديال الرجاء البيضاوي، يعني كيلعب زوين. كنتي باغي تلعب في الوداد؟ كنا باغي نلعبوا في الوداد، الساعه ما جابش الله، وعندنا في درب السلطان دراري تبارك الله وداديين، يعني في المستوى، خاص غير اللي يوصلهم. وشناهو الحاجه اللي يعني الحاجه اللي بخرت الحلم ديالك؟ الحاجه اللي بخرت الحلم ديالي من كبرت عاد خدام سيكيوريتي في الترام صافي، ولكن باقي النفس والروح في الوداد البيضاوي. يعني باقي كويري؟ باقي كويري. باقي الفانت؟ باقي الفانت، باقي كل شيء الحمد لله. هذيك اللعيبه قال لك مشات الصحه يبقى؟ يبقى الفانت بكل تواضع. ولكن ما جاش بالقدم، كتجي بالقلم. ودابا باش جات؟ جات بالقلم الحمد لله. ما جاتش في القدم، جات بالقلم. جات بالقلم. تحياتي. الحلم ديالي الاول من البدايه ديالي هي حسنيه قاعدين نلعب فيها، وما مكتابش الاصابه اللي وطراتني في مباراه. فين جاتك؟ في الشوفيه ولا في الركبه؟ جاتني في الركبه. الركبه ماشي بينايت ملول وفاتحين زكان. هي الاصابه اللي بعدتني على الحسنيه، ضربت في الفتات ديال الحسنيه كامله، وما مكتبش اللعب في الحسنيه، ديما الحسنيه حتى الموت ومعها حد الان. دابا انت كنتي كتحلم تكون لاعب كره القدم؟ كنحلم نكون لاعب كره القدم، نكمل المسار ديالي في الحسنيه، الانتقال كاع اذا كانت واجه الشبيبات القبائل، من غيرهم من هاد الجوج هما اللي في القلب حتى الموت. شبيبات القبائل؟ بكل التواضيع. بكل التواضيع. علاش ما تلعبش في الرجاء ولا الوداد؟ كنتي تحلم تلعب في الرجاء ولا الوداد؟ الاصل ديالي الاصوليه مازيغيه، اللي هو هادو هاد الانديه تصوف في الموسم واحد. حسنيه والشبيبه عندهم هوايه واحده. مرة ما حنا واش غتقول دابا الامازيغ كاملين؟ اسكوس نونا مباركاس كوسا ماينو تيداش كم ربي سهنا التمر تيغزي كل يمازيغ نوما ضلالين غلان من زوزو الكناري ان مصر بوركينا فاسو نيجير موريتانيا الجزائر تونس ليبيا ار كل سنتيني اسكوس نونا مباركي يمازيغنين غلان ثروه وما ضلان غوكس المازير ولا برانس ديما حسنيه حتى الموت ايوزي الحسنيه اخ النوش غنوصلوا لك رساله ما درتي معنا ما تصلح بغينا نحتفل واحد احتفال كبير في هضره السنه المازيغيه خرجتينا قرار في اخر موقف والغناء المهرجان اللي غيكون هنا دائما ديال يدي الناير خرجتينا قرار هذه ما راضينش بها كا حنا جمهور حسنيه كادير كا حنا كاع ولاد يمازيغن حيت هاد الارض الارض والحلم ديالك كبير اخويا انت بكل تواضع الحلم ديالنا هي تمازيغ تياتي فينا تحياتي ايوز نكت نمرتو ايوزي يمازيغن اكلف قنوات اخويا منين كنت صغير اخويا ما كنتش كنحلم صراحه حيت البلاد هذه ما عندي ما تحلم في هذه الدفاع صراحه بكل تواضع بكل تواضع حيت البلاد هذه اخويا ما عطاتنا والو عتحتت فيها مول الحلم والو شوف الحلم ماشي هو خصك البلاد هذه خص تكون انت بعدا
دير داكشي ديالك نتايا، ما تعولش عليهم هما يديروا، خاصك انت تبين، حيت ما بينتيش تكفض على دراعك، ما تاكلش الخبز في هذه البلاد هذه الصراحه. السلام عليكم. ولكن الحلم ديالك، الحلم ديالك؟ الحلم ديالي اخويا نمشي لاوروبا، ما نبقاش في هذه البلاد. هذا هو الحلم ديالك؟ هذا هو الحلم ديالي، نمشي لاوروبا ما نبقاش في هذه البلاد، حتى البلاد هذه ما عطاتنيش حقوق. في الصغر ما كنتيش كتحلم، كبرتي بديتي كتحلم. انت كبرتي، انا عارف واش كنحلم. بكل تواضع. بكل تواضع.